في الأيام اللي احنا بنعيشها حاليا اشتهر موضوع النصب، علشان كده كان لازم نطلع ونعرفكم ازاي تعرف الشخص اللي داخل عليك، سواء في محلك سواء في شركتك سواء في أي مكان أو حتى على الأونلاين. لازم تعرف الشخص اللي داخل لك ده وسيط تأمين، بروكر تأمين، فعلا صحيح ولا شخص مزيف محتال، وانت برضو كوسيط تأمين ازاي تعرف الشخص اللي انت داخل عليه ان حضرتك وسيط تأمين، خاصة لو هو طلب منك ده. طيب انا لو مش معايا الكارنيه بتاعي ازاي اعرفه ان انا فعلا وسيط تأمين؟ لو عاوز تعرف ومهتم فعلا خليك معايا لبعد الفاصل. ازيكم مرة تانية، انا وجدي داوود ودي قناتي زيتونة التأمين. لو اول مرة تشوفنا ومهتم بمجال التأمين وليك وثيقة تأمين او حابب يكون ليك وثيقة تأمين، يبقى لازم تنزل وتشترك في القناة دلوقتي من هنا، لانك هتستفاد مننا جدا. وده لان زيتونة التأمين من القنوات القليلة جدا على اليوتيوب اللي مهتمة بمجال التأمين وهتقدر تفيدك وتديلك نصايح في مجال التأمين، واكيد هتحب ان هي تكون قدامك وانت بتسكرول كده على اليوتيوب. اول ما تفتح على طول هتحب ان هي تكون قدامك وتشوفها. يلا بقى كده سريعا سريعا، مش عايز اطول عليكم، خلونا ندخل في الموضوع على طول عشان اقول لكم كلمتين خمس دقايق لكن هيفرقوا معانا جدا، سواء كنت حضرتك وسيط تأمين او حتى عميل، عشان تخلي بالك. طيب انت لو وسيط تأمين، انا مش بقولك الكلام ده علشان تبان مصداقيتك اذا كنت شخص صحيح ولا شخص مزيف وداخل ايه تنصب على العميل، لا هقول لك علشان لو حد طلب منك الاي دي بتاعك يكون شكلك لطيف وما يكونش شكلك وحش، خاصه لو انت تعبت نفسك وشرحت وخلاص. ما تجيش بقى على حاجه ملهاش لازمه وتيجي في الاخر ممكن تبوظ لك البيعه بتاعتك، خاصه لو العميل طلب منك ما ينفعش انك تقول له باللسان او تحاول تقنعه باي طريقه ايا كانت بلسانك، لازم حضرتك تطلع له اي دي بتاعك او الكارت على الاقل، وبعد كده تبدأ انك تتكلم معي. واقول لك كمان علشان ما يتعملش فيك زي ما اتعمل في ابراهيم. هتقول لي مين ابراهيم؟ هقول لك ده واحد صاحبي انت ما تعرفوش. اول ما الدكتورة دخلت عليه على الواتس وقالت له انا عايز اعمل تأمين، بعد ما تعب نفسه وخلص البيعة طلبت منه الاي دي بتاعه، بس ابراهيم طلع ناصح، واول ما الدكتورة طلبت منه قام جاي مطلع الاي دي بتاعه وقام جاي موريه لها اللي هو بكل سهولة علشان ما يبقاش شكل واحد. وعلى فكرة يا جماعة الدكتورة دي حاليا من العملاء المميزين جدا عند ابراهيم. طيب بقى لو حضرتك بقى ما عملتش زي ابراهيم وما كانش معاك الاي دي بتاعك اللي يثبت على طول للعميل ان انت شخص ايه، شخص صادق، في الوقت ده بقى الهيئة العامة للرقابة المالية عملت حركة عظيمة جدا وتحتسب لها، ان هم عارفين ان اغلب البروكرز اللي في السوق مش مهتمين باستخراج الكارنيه، خاصة بعد ما بيمتحنوا وبيتقبلوا في الهيئة العامة والهيئة بتدي لهم تصريح مزاولة المهنة، ما بيهتموش بعد كده ان هم يستخرجوا الكارنيه علشان المشوار وعلشان حاجات كتير جدا، واغلبهم اللي هم البروكرز اللي تابعين لشركات. لكن البروكرز الحر لا، دول ناس بتهتم جدا وبتشغل على نفسها، ويمكن دي اقل حاجة ممكن يهتموا بيها. طب تعالوا بقى كده ازاي نعرف العميل بكل بساطة لو انا قاعد معاه، خاصة العميل الاونلاين، لان العميل الاونلاين بيطلب من حضرتك طبعا وانت بتطلب منه مقابله، فطبعا قبل ما بيوافق لك على المقابله بيكون شايف فعلا ان حضرتك وسيط بالفعل مش شخص مزيف، لان الموضوع هيبقى فيه مبدئيا فلوس، فلازم يبقى مطمن للشخص اللي جاي يتعامل معاه ده. فبكل بساطه لو حضرتك مش معاك الاي دي هتقوم جاي داخل قدامه كده، تقوم جاي كاتب له اسمك قدامه كده على جوجل، او هو ممكن يكتب، ممكن تسيب له اسمك ثلاثي برضه في اي مكان، او تكتبه له في رساله وقول له ادخل على جوجل واطمن بنفسك. بس كده خلاص انا كده خلصت الفيديو بتاعي. لو انت من الابطال اللي لسه مكملين معايا الفيديو لحد دلوقتي، اعرف ان انت شخص عزيز عليا جدا زي ما انا عزيز عليك، وما تبخلش علينا بقى باللايك علشان اكيد اللايك بتاعك هيشجعنا اكتر وهيخلينا نعمل فيديوهات اكتر واكتر. ولو حابب يتواصل معايا بطريقه خاصه ممكن ينزل تحت في صندوق الوصف اسفل الفيديو في ارقامي وفي الواتس بتاعي وفي صفحتي على الفيسبوك، اتواصل معايا انا تحت امر اي حد. ولو حد عنده اي تعليق او اي استفسار ممكن يكتبوا لي تحت في الكومنتات هرد عليك مباشره، ولو حد عنده فكره موضوع معين او حابب يستفسر عن موضوع معين اني اتكلم عليه باستفاضه في حلقه تانية ممكن تكتبوا لي برده تحت في التعليقات، احب ان اشوف تعليقاتكم جدا.
وبكده انتهت الحلقة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. مع السلامة.